وفي آخر اتصال هاتفي اليوم أجري بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالنت، بحثا هاتفيا مفاوضات الهدنة. أوستن عاد وأكد لجالنت على ضرورة أن تنطوي أي عملية عسكرية محتملة في رفح على خطة موثوقة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين. وفي ظل كل هذه التطورات في رفح إلى إسرائيل، سيصل ويليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وذلك من أجل مناقشة هذه العملية العسكرية في رفح وأيضا انهيار المحادثات مع حماس. وفقا لمصدر إسرائيلي والذي ذكر أن حالة من التشاؤم الشديد تخيم على التوصل إلى هدنة، وبالتالي اتجهت الحكومة الإسرائيلية إلى شن عملية عسكرية في رفح. الآن من القدس ينضم إلينا مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي. زياد، أهلا وسهلا بك. زياد، يعني ماذا عن تفاصيل هذه الزيارة التي يعتزم أن يقوم بها بيرنز إلى إسرائيل؟ هل ما زالت قائمة أم أنه تم تأجيلها ويعني بقي في الدوحة من أجل مواصلة مساعيه لإيجاد مساحة تفاوض جديدة بين طرفي الصراع؟ تأجيل هذه الزيارة قد تكون ما تزال قائمة، سيصل إلى إسرائيل، سيلتقي نتنياهو وأيضا قادة أمنيين، رئيس الموساد ورئيس الشباك الإسرائيلي. الواضح بأن هناك غضبا أمريكيا ما من رئيس الوزراء الإسرائيلي تحديدا فيما يتصل بهذه الصفقة وبالموضوع المستجد وهو رفح. ولهذا ليس من باب المصادفة أن تسريبا في نيويورك تايمز صباح هذا اليوم نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، الكل في إسرائيل يعرف الآن هوية هذا المسؤول، يقول بأن تصريحات نتنياهو أدت إلى تصلب وتعنت حماس وأفشلت الصفقة، فيما رد نتنياهو عبر مكتبه بالقول إن حماس هي من أحبطت الصفقة. لماذا هذا الأمر مهم؟ هذا الأمر مهم لأن الأمريكيين باتوا يعتقدون بأن نتنياهو أيضا لا يريد الذهاب إلى هذه الصفقة. عليه ويليام بيرنز سيأتي ليطلب من نتنياهو ردا نهائيا ينقله إلى الرئيس الأمريكي، هل تريد الذهاب إلى صفقة أم لا، كي يبلغ بايدن وقد يعلن مسؤولية الفشل كما يرى. لكن هذه الزيارة هل تبدو زياد يعني فرصة لمفاجأة أو صفقة ربما تبرم في الساعات الأخيرة من وصول ويليام بيرنز إلى إسرائيل، وبالتالي يمكن العودة عن يعني هذه ربما التطورات والتداعيات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وربما التراجع يعني عمليا خلال هذه الفترة عن هذه العملية؟ هذا صحيح، ما يحدث الآن في رفح ليس عملية عسكرية، ما يحدث هو طلب إجلاء 10% من النازحين المتواجدين، على ما يبدو وفق بعض المراقبين بأن هذا بايلوت، هذه تجربة تريد إسرائيل. بعد يومين هناك وفد إسرائيلي سيذهب إلى واشنطن للبحث مع الأمريكيين في ملف رفح تحديدا، وعليه يريدون أن يكون هناك نوع من النموذج التجربة كي يقولوا إن إجلاء السكان قد يكون ممكنا لاحقا. لكن الواضح كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأمريكي، التحرك لرفح كان ضروريا بسبب تعثر الصفقة، وبالتالي هذا أداة ضغط ربما مستمرة. نعم. وفق المعلومات لدينا بأن العملية في رفح أساسا ستكون تدريجية وقابلة للإيقاف في أي لحظة، وذلك في حال تسنى العودة إلى طاولة المفاوضات حول صفقة التبادل. الإشكالية الوحيدة هي فقط الآن أن إسرائيل لا توافق على إنهاء الحرب كما تريد حماس، كل الأمور الأخرى شبه ناجزة في هذه الصفقة، لهذا يؤيدها حتى وزير الدفاع في إسرائيل.